السلام عليكم بنات وشباب مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. والنهارده في حلقتنا هقولكم على مشروب واحد بس قوي جدا هيساعد على سيادة الوزن 2 كيلو في 5 ايام. طبعا كل الناس بنسبة 80 او 90% بيعانوا من مشكلة النحافة الشتيتة، او بيعانوا من مشكلة النحافة بشكل عام، وما بيعرفوش او ما بيقدروش ان هم يثبتوا وزنهم عشان خاطر يوصلوا للوزن المطلوب اللي هم عايزينه، سواء كانوا ستات او بنات او شباب او رجالة كبار. فانا احب اطمنكم واقول لكم مفيش داعي لاي قلق خالص، لان ان شاء الله في فيديو النهاردة هعرض عليكم مشروب واحد بس قوي جدا يا مساعد كل الناس اللي انا اعرفهم معرفة شخصية على سيادة الوزن 2 كيلو في 5 ايام. ودلوقتي نعرف مع بعض ايه هو المشروب ده. يلا بينا. مبدئيا كده انا عايزكم تركزوا معايا، تسمعوني كويس، تتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. هتجيبوا شبشق الخلاط قدامكم او جنبكم، سواء في اليمين او في الشمال، عادي خالص زي ما تحبوا، يعني في اي مكان يريحكم. وبعد كده بقى هتحطوا جوه شبشق الخلاط كوباية حليب كامل الدسم كبيرة بالحجم ده، بالإضافة على كوباية حليب كامل الدسم 10 قطع من التمر، بالإضافة كمان إلى معلقة واحدة كبيرة من الشوكولاتة السايحة، بالإضافة كمان إلى معلقة كبيرة واحدة من السمسم المطحون أو الني، يعني عادي حسب المتوفر عندكم، أو إن شاء الله حتى يكون على شكل حبيبات صغيرة، مفيش أي مشكلة خالص، يعني حسب المتوفر عندكم. بالإضافة كمان إلى الحاجة الأخيرة معلقة واحدة من المكسرات المطحونة. ممكن تحطوا كل الانواع مع بعض وتطحنهم مرة واحدة، او ممكن تختاروا او تعتمدوا على نوع واحد بس، مفيش اي مشكلة، برضو لكم حرية الاختيار في الحاجة دي. طبعا كل المكونات هتضربوهم مع بعض في الخلاط، وياريت ما تشربوش المشروب ده الا لما تلاقوا الحليب لونه يعني بدأ يبقى مثلا بني غامق شوية، او هيبقى لونه الابوايت شوية، تمام. وطبعا المشروب ده ممتاز جدا وقوي جدا ومناسب لكل الاعمار ولكل الفئات. وكمان برضو يعني حتى لو انتم ما كنتوش بتعانوا من النحافة الشديدة، المشروب ده هيساعدكم برضو على انكم ايه يبقى فيكم حيل او يثبت وزنكم، حاجة بسيطة جدا. فياريت تسمعوا كلامي وتنفسوا بالحر الواحد، وانا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم ان شاء الله باذن الله في خلال 5 ايام هتثبتوا من وزنكم 2 كيلو بالظبط. وطبعا 5 ايام ورا 5 ايام ورا 5 ايام هتكون النتيجة احسن وافضل بكتير. وانا بنصحكم انكم تشربوا المشروب ده مرتين او 3 مرات في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى مشروب هيساعد كل الناس على زيادة الوزن 2 كيلو في 5 ايام، سواء بنات او سيدات او شباب او رجالة كبار، على زيادة الوزن تاني مرة 2 كيلو في 5 ايام. وطبعا اهم حاجة عندي والاهم من المشروب نفسه الاستمرارية والصبر، وان بالكم يبقى طويل عشان مفيش حاجه بتيجي بين يوم وليله. حلو قوي برضو. ولما توصلوا للهدف بتاعكم انصحكم انكم برضو تفضلوا مستمرين على الوصفه دي مرتين او مره واحده او 3 مرات برضو في اليوم، وهيكون مثلا مرتين او 3 مرات في الاسبوع عشان خاطر تحافظوا على النتيجه بتاعتكم، يعني عشان ما ترجعوش للوزن او للشكل او للشيب اللي انتوا كنتوا عليه قبل كده. حلو قوي. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. وطبعا مش هوصيكم بقى على انكم تعملوا اللايك الحلو بتاعكم، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنشر على قناتي واللي بنزلها كل يوم كمان. ولو كنتوا استفدتم الفيديو ده حاولوا على قد ما تقدروا انكم تشيروا الفيديو ده مع اكبر عدد ممكن مع كل الناس اللي تعرفهم ولا ما تعرفهمش كمان، ينوبكم ثواب يعني. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي على صبركم ودعمكم ليا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا سامحنا بتاعتين. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يلا تعالوا في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا بيها. بيس.